كما سطرنا البرنامج ديال المهرجان الاول اللي مراكز واد المخازي اللي كان فيه 3 ديال الايام. الابتداء ديالو هو 2 غشت 3 و4 هو الاختتام. اليوم اختتمنا الفعاليه ديال المهرجان الاول تحت شعار معركه واد المخازن تراث انساني عالمي في خدمه التنميه المحليه. هو اللي كان تعطات فيه كلمه ترحيبيه ديال رئيس الجامعه الترابيه من بعد الكلمه ديال السيد المندوب السامي للمقاومه واعضاء جيش التحرير. من بعد كان تكريم ديال بعض المقاومين، وبعد صلاه الجمعه ان شاء الله سنكرم او نوزع جوائز على المشاركين للفعاليات المجتمع المدني وللمشاركين لا من جمعيه الصالوقي ولا من جمعيه ديال الفروسيه. ومن بعد سوف نختم المهرجان ديالنا. مؤسسه المخاليه ذو القصر الكبير سنة 1954، ومن بعد يعني تفضحنا وكنا كيتبعونا الجواسيس وهذيك، وتفضحنا وهذيك خدنا معنا بزاف ديال العسكر ومشينا للجيش التحرير، التحقنا باقليم تازا من هنا حتى لديش راكبين على رجلانا تامر هذيك وكافحنا حتى وجيش التحرير كان في الهدف ديالو اما يستقل ما نحطوش السلاح حتى يستقل المغرب بصحرائه وبملياته وبكل شيء. هذا هو القانون اللي كان عن جيش التحرير المقاومه، ما نحطوا السلاح حتى يستقل المغرب كامل. هما مشاو تفاوضوا جابوا لنا الطرايف ديال الارض وجاوا فرحانين باش يركبوا على السيارات ويوليوا وزاره، وشوف فين لحقنا دابا، ها الصحراء هكذا هكذا. النهار الاولي ما كانوش الاستقلال في اكس ليفان، ما كانش كانوا حتى يشوفوا الارض ديالهم اللي باقا، بقات موريتانيا، بقات الصحراء، بقات الذهب، بقات جزر الجعفريه، بقات مليليه، بقات طنجه دوليه، بقات هذيك. المغرب كان مجزع مجزع مجزع، ما كانش شي دوله في العالم اللي كان مشردك بحال المغرب. ولكن شكون حرر الرجال؟ وهذا الرجال غير ولا المساكن، ماشي ولا ديال البرجوازيه اللي هما سبحوا علينا كيتنفخوا علينا. واحد المعركه كيسموها قصب تامسون، معتوا لنا فيها ثلاثه وحنا اغتنمنا يعني ديك الساعه سلاح واغتنمنا نصارى جبناهم جدد. ومن بعد ديك الساعه المعركه الكبيره في هذا الليل دينا فيها حاجه كبير ديال السلاح وهذيك. ما بقاش العنايه لانه رجال السلطه هذو ما كاين، هذو كلهم مواليد ديال الاستقلال. السلطه اللي كانت كتعرف رجال المقاومه مشات حالها ماتت عمال وباشوات وهو، اما هادو دراري قايتين كيعرفوا خلق البلاء عدوى وزير فين كيعرفوا هو؟ برافو برافو. ما يعرفش المقاومه، احنا مدلولين مدلولين امام السلطه. اما الا مشيتي غير ارجع اللور فين ماشي؟ غادي نقول له انا مقاوم ماشي، انا ما مكتوبهاش هنايا، ولكن السلطه هي كخص تعزنا وتعمل القياد والباشوات تقول لهم منين يجي فرد من المقاومه باحترام. ما هو احنا دابا ما كنطلبوا لا فلوس لا والو. اما المعيشه احنا عايشين باذن الله وقرينا اولادنا وعايشين برا عمارتنا. اللي خصنا دابا هو رد اعتبار المقاوم اللي اعطاونا في الاول 40000 فرنك. فوقاش هادشي؟ ما يعترفوا بينا فاش كيقولوا لا في السبعينات. من بعد زاد الزياده لحق 60000 فرنك. دابا هذه واحد العام اللي حقوها 94000 فرنك. 94000 فرنك إلا كان النفاح طابا ما تقدكش 94 ما تقدكش حتى التنفيحة. هذا هو المقاوم. عشنا بلا سروال، عشنا بالجوع، عشنا بهذيك، ولكن جا الاستعمار وجا الاستقلال. أنت كتشوف الخير الحمد لله. اللي ما كانش عنده الحمارة هو عنده المرسيدس، اللي ما كانش اللي كان عنده البراكة هو عنده الفيلا. وزيدوا زيدوا زيدوا. عليك. 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 علي